إلا الله، هو قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. تعبد الله برا ببساطة، الله خلقك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقك إلا عشان تعبدوا، وحدوا توحدوا عبادتك كلها تكون لله عز وجل. دي لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. والكلمة دي الناس بتردد فيها، القصوا فيها يرددوا فيها لا إله إلا الله، لكن ما عارفين معناها. دكاترة ما عارفين معناها، علماء رسميين ما عارفين معناها، أو عرفوا معناها ولم يبينوها للناس. فلا إله إلا الله يعني تتعجب. المشركين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا إله إلا الله رفضوا، لأنه عارفينها، لأنه عارفين لا إله إلا الله ما ينادوا اللات، ما يقولوا يا اللات تلحقنا وتفزعنا، ويا العزة تلحقنا أو تلحقينا وتفزعينا. عارفين لا إله إلا الله إنه اللات والعزة ومنات وهو بلدين ما تنادون مع الله، ما تندهون مع الله، ما تتخذوهم وسايط مع الله عز وجل. وانت تعرف معلومة إنه المشركين ما كانوا يقولوا غير الله بخلق، ما بقولوا والله اللات ده، يا ما بقولوا يا اللات خلقتنا ولا رزقتنا ولا البتحي وتموت، أبدا. بيقولوا البيحي الله، والبيميت الله، والبيرزق الله، والبيدبر الأمور الله، وبقولوا اللات والعزة خلقهم الله. لذلك كما جاء في السيرة أنهم كان المشركون يلبون، كان عندهم تلبية في حجهم، وكانوا بحجوا وبيصلوا، خلي بالك، وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وكانوا بحجوا بيعمروا البيت، فجعلتم عمارة الآية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. فكانوا بسووا الحياة دي كلها وبقولوا في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني الشريك هكذا والبنادي معاك هكذا بتملكه إنت يا الله. كانوا بيقولوا الحياة دي كلها، وللأسف الليلة الحياة اللي كانت عند المشركين الآن بعض الذين يدعون الإسلام فاتوا المشركين لغادي. ربنا قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الحياة دي كلها الرزق والإحياء والإماتة والتدبير والسمع والأبصار بملك الله، بقولوا كذي فسيقولون الله. الليلة كثير يقول لك شيخنا بيحيي الموتى، شيخنا بيدي الجنة، كباشي كم أدى ولد في كل بلد كباشي، كم أدى طفل من غير مس وتفل كباشي. قصيدة لعبد الرحيم وقع الله البرع السوداني شيخ الزريبة في ديوان أعلام الطريق، بيقول بده الجنة وبده الطفل، وما قال أنا شحد الله. شباب واحد يقول والله الشيخ بيقصد إنه شحد الله، ما قاله، لا البرعي قاله لا غيره قاله، قال بدي عديل كذي. ودي عقيدة المشركين ما كانت عندهم، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله، بيقولون خلقنا الله، أجاونا في بطون أمهاتنا الله. لله ملك السماوات والأرض يخلق لمن يشاء، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، الله عز وجل يا زول. فالعقيدة دي المشركين ما عندهم، عند المسلمين الليلة فيه، أو من يدعي الإسلام، ودي ما عندهم أي علاقة بالإسلام. شفت الفكر ده، الفيه الكباشي بدي الجنة، والفيه الأقطاب بيتحكموا في الكون،
والفيه الأولياء بيقولوا للشيء كن فيكون، زي كما جاء في كتاب طبقات الضيف الله، قال المرتبة الوسطى للأولياء أن يقولوا للشيء كن فيكون. اللي بيقول للشيء كن فيكون منه الله عز وجل. فشوف العقائد دي والمقولات دي ما عندها علاقة بالإسلام، وكتبتها ما عندهم علاقة بالإسلام أبدا، لأنه دي حاجة معروفة لدى كل المسلمين إنه الأشياء دي لله عز وجل وحده. طيب الجماعة دي أبو لا إله إلا الله في شنو؟ نسبه جهل وأبو لهب. أبو لا إله إلا الله ليه؟ أبوها ليه؟ وحاربوا الرسول ليه؟ ما دام إنهم بيقولوا الله بيخلق والله بيرزق والله بيحيي والله بيميت والله بدبر الأمر والله خلقنا. الجواب لأنهم كانوا بيقولوا ديل بيشفعوا لنا لله، نحن وسخانين واللات والعزة ديل رجال صالحين، كما في الترجمة قال ابن عباس عند البخاري اللات كان رجلا صالحا، ديل صالحين بيقربونا لله. نفس في الحكاية اللي بيقولوها الليلة، يقول لك والله ديل نضاف أنا وسخان. الدليل شنو؟ ربنا قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقول لك هؤلاء ديل بيشفعوا لنا. دي نفس العقيدة التي كان يقولها المشركون، وربنا يقول سبحان الله عما يشركون في نهاية الآية. كانوا ربنا عز وجل قال ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، أولياء اتخذوا أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعرفوا الله خلي بالك إلى الله زلفى. وربنا يقول في نهاية الآية إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهن بيقولوا ديل والله بيشفعوا لنا عند الله، وديل واسطتنا لله، وديل اللي بيقربونا لله نفس الكلام، ما بنندهن إلا شان يشفعوا لنا إلا شان يقربونا. والله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني، قال لك ادعوني أستجيب لكم، ما داير واسطة، ما داير بينه وبين عباد وأرباب. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، لا ملك لا نبي يكون واسطة بين الخلق وخالقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحقق هذا الأمر، داير الناس تمسك في الله وراها، يوصي ابن عباس والدعم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. كان يربطهم بالله عز وجل، لذلك لما جوا الشجرة قالوا يا الرسول برك لنا الشجرة دي. المشركين عندهم شجرة سدرة كانوا بيبركوا فيها أسلحتهم، زي الجماعة دي لسه يتبركوا بالقبة وغيره وبضريح الشيخ وغيره، ديلك برضو كانوا بيتبركوا بسدرة شجرة نبك. فجماعة بعض حدثاء العهد بالإسلام، يعني ناس خشوا في الإسلام جديد، قالوا الرسول برك لنا الشجرة دي عشان نتبرك ليها. النبي صلى الله عليه وسلم شوف قال شنو؟ قال ما قال لهم أنا نبي وأنا الرسول الكريم أن أبرك ليكم، أبدا. كان يربط الخلق بخالقهم، فقال لهم الله أكبر الله أكبر إنها السنن، قلتم والله كما قال البنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها. تتبرك بالأشياء دي وتعتقد فيها في تراب الشيخ وفي قبة الشيخ، يتزيق زي أي يهودي ممن قالوا لموسى اجعل لنا إلها واحد. فتوحيق التوحيد ده أهم شيء ودر الربح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم بعد ذلك العمل، بعد ما توحد تب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إلى أن يوحد الله، أنت ماشي تدعو لك ناس قال لهم أكان ما وحدوا الله ما توريهم عندهم كم صلاة في اليوم ولا بيتوضوا كيف ولا بيغتسلوا كيف، قال إلى أن يوحدوا. بعد ما وحدت الله تاني تعمل صالح، تصلي تصوم تزكي تتصدق تبر والديك تتجنب عن المحرمات أي حاجة حرام زنا سرقة إلى غير هذا من الأشياء، أبشر إلى غير هذا إلى غير ذلك من الأشياء. إلى الذين آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق أي توصي أخوه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، أي يتناصحوا ويأمر بعضهم بعضا بالمعروف. والمعروف ده ما ده اللي زول معين ولا زول عنده بتاغة معينة من وزارة، أبدا. الله قال تواصوا، أي زول مؤمن آمن وعمل صالح يوصي أخوه بالحق الذي علمه، بشرط أنك تعلم الحق وتعلم المعروف، توصي وتنصح وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ودي الآية واضحة. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي يصبروا على الطاعات وعلى اجتناب المحرمات، ويصبروا في مواجهة أعداء الله. الناس اللي بيعادوا الحلقات ويعادوا التوحيد ويعادوا السنة، الناس تصبر وتحتسب الأجر عند الله عز وجل. وجزاكم الله خير، وأعتذر للإطالة، ومقدم أخونا الشيخ يسري. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.